واحد منا عليه حمل كبير من 75 اللي مشاو شهداء واللي مازالوا يعطوا من أجل هذا الوطن. ننتظر التصعيد إن شاء الله، تصعيد الكفاح المسلح وتصعيد انتفاضة الاستقلال والجاليات، تصعيدهم في الخارج من أجل بنيان دولتنا. ونقولوا الاحتلال المغربي عن الجيش الصحراوي راه أسوأ ما يبقى منه، حد لا يتم لا يدافع. ونفس الشيء المرأة الصحراوية والرجل الصحراوي اللي في المناطق المحتلة عنا، رانا ما هو خالعنا بالدرون، ولا هو خالعنا بالأقصار، ولا هو خالعنا بالسجون، ولا هو خالعنا بالأحكام القاسية. هذا لا يزيدنا قوة، ونحسوا منين يعد لنا ذا عنا صحراويين وأرضنا حقيقة. رسالة الاحتلال المغربي اللي هو يعذبنا واللي هو يغتصبنا واللي هو يسجننا، رسالة له على المرأة الصحراوية، إرادتها لا تقهر، خارقة لا القوة إن شاء الله، والكفاح وبنيان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني. الجزائر الوحيدة اللي حضنت هذا الشعب في طيلة 47 سنة، واللي مازالت مستعدة تعدل له يعني هذا الشعب وهاي الحكومة. نحن ممتنين لها كصحراويات، وهذا الجيش ممتنين لهم بكل الحقيقة، بكل ما لدينا من التقدير. ويعجز لساننا عنا نقدر نصوروا حبنا كصحراويين للجزائر.